يوم جديد من يوميات الشابة الأفغانية صدف صافي المقيمة في الإمارات. في هذا المستودع بسوق الخضار والفواكه في دبي تتخذ صدف من مشروع ميرا لدعم المزارعات والنساء المعوزات في بلدها أفغانستان نقطة انطلاق لعملها من أجل النساء الأفغانيات. عندنا مزارع ميرا في أفغانستان، يعني في مناطق نفس هيرات، قندهار، أوريزغان. مثلا من هيرات ناخذ الزعفران الأفغاني، فنجيب المنتجات من مزارع إلى مصنعنا في كابل. المصنع في كابل عندنا هناك نسوان يشتغلون عندنا، وهم يعني ينظفون المنتجات، بعدين they are shipped to Dubai. مرة ثانية نفس ما تشوف الشباب موجودين، هم ينظفون هالمنتجات وبعدين الباكجينج نسويه هنا في المصنع، و it will be ready يعني عشان نبيعه في حق السوق هنا في الإمارات. تقول صدف إنها عاينت مع فريق مشروع ميرا ظروف النساء عن قرب في مناطق بأفغانستان. وأنا أزور أفغانستان كل سنة، زرت كابل هذاك الزيارة، ورحنا لمصنعنا في كابل. عندنا مصنع في بيماي، هناك عندنا العيادات، النيرسري، الدعم اللي نعطي حق النسوان. عندنا نسوان يشتغلون عندنا نحن في السنتر بعد، فزرتهم. كانوا ياسين يحكون السجاد، وكانوا وايد مستانسين أنهم يقدرون يسوون شيء، يعني شيء موهبة ولا شيء تراديشنال سكيل يعني احنا نسميه له، كان من أمهم من جدتهم. بس الحين يعني مستوي لهم حرفة أنهم يقدرون يجيبوا لهم إنكم، فهم وايد فخورين أن يعني يشوفون الريزالت، يعني يشوفون شيء أنهم يجهدهم يشوفون الريزالت منه. هذه واحدة من المنصات التي تعد منطلقا لتمكين الأفغانيات من مناطق نائية في أفغانستان إلى هذه المحلات في مدينة دبي. أسمعت مبادرة ميرا صوت نساء أفغانيات ووفرت لهن منصة لكسب العيش، فمنتجاتهن هذه من السجاد الأفغاني المغزول بأيديهن ومشغولات منزلية أخرى وفواكه مجففة ومكسرات وأنواع الزعفران شقت طريقها لتعرض للبيع أخيراً في شكل علب هدايا رمضان وعيد الفطر. الهدف الرئيسي من المبادرة هو استحداث مصادر مستدامة للدخل وتعزيز فرص الحصول على التعليم والرعاية الطبية والمياه النظيفة، وهذا يتم عبر مؤسستين، مشروع زوليا لبيع السجاد اليدوي ومشروع ميرا لدعم المزارعات، بهدف إعادة استثمار جميع الأرباح في دعم مشاريع مبادرتنا. يؤكد المسؤولون على المبادرة الإماراتية أن مشروع ميرا أصبح يوظف حالياً أكثر من 8000 امرأة أفغانية، 35% منهن أرامل، هن المعيل الوحيد لأسرهن، ضمن مشروع يؤمل أن يحدث فارقاً وتغييراً في حياة المرأة الأفغانية. مصطفى سكحال، الحرة، دبي.